عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بألف خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ونهار جديد. المهم بالنسبه للفيديو ديالنا ما شاء الله، المهم اليوم ما شاء الله غادي نشارك معكم واحد التغيير اللي غادي ندير ان شاء الله في الكوزينه. المهم غادي نشارك معكم دابا. لقيت فيني دابا يلا خرجت مشيت هكذا جبت غير الكريمه، حيت ريان برصتني هكذا بالحليوات الصغار. يا كريان المهم جبت غير الكريمه، تقديت غير من حدايا جبت الكريمه واللوتيس. غادي ندير باني داكشي اللي عندي، وغادي عندي ماما ان شاء الله اليوم. المهم العشاء، المهم قالت لي اجي عندي، قلت لها لا اجي عندي نسيه. ايوا صافي. المهم غادي نوجد ان شاء الله عشيوه خفيفه ظريفه، غادي ندير ان شاء الله سلطه، وغادي ندير طويجين ديال الدجاج. صراحه كنت باغا ندير دجاج معمر، ولكن ماما قالت لي لا انا باغا مشهيه دجاج بالبصله والزبيني. هذا طويجين معسل. المهم كلشي ان شاء الله غادي نشاركو معكم، وصافي هذا ما كان. وخليكم معايا. المهم ما سديوش على ديك المقدمه، حتى جيت كندير المونتاج وتفرجت فراسي قلت كيما طلعت في الدروج صورت. المهم ما سديوش عليها. ايوا صافي. هنا اول حاجه بغيت نهضر لكم عليها هو انني حيدت هاد الصالامونجي هادي. علاش بغيت نشارك معكم هاد اللقطات هادو؟ لان بزاف تاع الناس يعني كتعجبهم كلشي كيقول لي فين خديتيها. صراحه انا محافظه عليها لاقصى درجه، ولكن هانتوما كما كتشوفوا رجليها كيتصداو بوحدهم. بالنسبه للطبله مره مره خصني نقلبها ونزير لها الفيسات ديالها، مره مره كتبدا كتشطح بوحدها. بالنسبه للكراسة يعني كنقيهم مره مره كما كتشوفوا، راه كشف اللون ديالهم والجنيبات يعني داك الجلد كيطرطق مع الوقت. المهم انا ما ننصحكمش بهذا النوع هذا نهائيا. كما شفتوا معايا الرجيلات كيتصداو والجلد كيطرطق، من بعد الكراسه كيبداو يتهرسوا بوحدهم. المهم انا حيدتها كما كتشوفوا معايا. زائد واحد القضيه، المرايا هذا ماشي المرايا. انا باقا مع المرايا. طبلة ديال الزاج صراحه فيها شويه ديال التماره وكتكرج مع الوقت. زائد انني يعني حنا يعني كاين انا وراجلي وريها مؤيد، يعني حنا غير ربعه واخده طبله ديال سته ديال الناس، يعني اكيد راه تزاد علينا شي هضره ما غاديش ندخلوها للكوزينه. بحال لقيت راسي جوج كراسه صافي في الاخيره، اضطريت وليت حاطهم غير في السطح، ما بقيتش كنستعملهم الا مثلا حطيت شي حاجه في الوسط، حيت كما كتعرفوا كتحل اللي في الجناب ما كيوصلوش مثلا طاجين اولا شي حاجه محطوطه في الوسط. بعد مرات الا طلقتها كتجي بحال داكشي تاع الاجتماعات. والله زعما الواحد ياخذ قياسه طبله كبيره ما كاينلاش. وانتم كما كتشوفوا معايا راه كانت واخده لي واحد المساحه لي كبيره، انتم حيدتها وشوفوا تبارك الله كيفاش اتسعت الكوزينه. دابا ان شاء الله غادي ناخذ وحده تاع ربعه ديال الكراسه ان شاء الله. المهم ملي نلقاها غادي نشاركها معكم، وغادي نزيد شي حوايج اخرين. يعني بحال قلتو غادي نزيد ندور البوطاجي واحد الطريقه اللي يعني غير مكلفه ان شاء الله. كلشي غادي نشاركو معكم. ودابا ان شاء الله غادي ندوز معكم الطرطات اللي غادي نوجدو. انا صراحه كنت باغا ندير الرولي، ولكن ريم قالت لي لا باغا هذوك الحليوات الصغار. ايوا صافي درت ليها خاطرها. بالنسبه للجينواز اللي دائما كنشارك معكم، ربعه ديال البيضات، 120 غرام ديال السكر سنيده، و 120 غرام ديال الدقيق مع قبصه ديال الملحه. درتها على زوج مرات، يعني درتها بالكاكاو ودرت وحده بيضه باش ان شاء الله غادي نخرج منها ربعة ديال الطورطات. كل طورطه خدات مني ثلاثة ديال الدوائر ديال الجينواز. صراحه ديال الدار راه كتجي روعه 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 صراحه. اصلا حلوه تاع الدار كتجي زوينه، ماشي بحال اللي كتباع، كتجي خفيفه بنينه، واهم حاجه انها كتجي ناقصه في الحلاوه. صافي انا كما شفتوا معايا قسمتها، خرجت منها خمسه ديال الدوائر، وعاودت لقيت دوك الاجزاء الصغار وخرجت منها وحده. ونفس الشيء بالنسبه للجينواز اللي درتها هكذا عاديه بيضه، كما كتشوفوا راه كتجي خفيفه، كتجي فنه واسفنجيه. صافي حتى هي نفس الشيء، قسمتها هكذا على سته ديال الدوائر. المهم ما غاديش نشارك معكم الخطوات كامله، حيت ديجا تحطت لكم نفس الفيديو على قبل الفيديو الاخر، راهو هما نفسهم. غير وزت هاد المره التورته ديال الحامض، حيت ماما كتعجبها ديال الحامض. ايوا صافي درتها حتى هي كما كتشوفوا، قسمتهم هنا وجدتهم هنا، درت الكريمه ديال الحامض ودرت الصلصه ديال الكراميل. وهنا غادي ندوز نطلع الكريمه. بالنسبه للكريمه اللي دائما كنستعمل انا ما كنبدلهاش هي هولالا، كنضيف عليها هنا جوج ديال العلب ديال بيرلي باش هكذا كتجيني متماسكه وكتجي عاقده وكتجي حتى لذيذه. اولا كنضيفو الجبن، المهم انا كنفضل البيرلي يعني كيطيح اقتصادي. كنضيف جوج كما شفتو معايا صافي، كنطلع الكريمه.
صراحة ما خدوش ليا الوقت نهائيا، يعني الحجم اللي كديرها تعاودي ديرها كتجيك خفيفة في يديك، دغيا وجدتهم ودخلتهم للمجمد باش هكا يبردوا ليا، باش ان شاء الله يجوني هكذا شاربين داك السيرو ديالهم كيجيو رطبين هكذا في العشيه ملي نحطهم ان شاء الله. ودابا ان شاء الله غادي ندوز باش نوجد معكم طويجين. هنا اول حاجه خديت الطاجين طلقت عليه هكذا كيسخن، ضفت هنا شويه ديال الزيت البلديه والزيت الروميه، وكنقطع هكذا بصله اللي غادي نفرش من التحت. بالنسبه للدجاج صراحه اتصلت بماما بالليل قلت لها واش ندير الدجاج معمر هكذا بالكبده والشعريه الصينيه، دابا ما بغاتش صراحه وري كنت باغا ندير، صافي قالت لي لا انا باغا الدجاج هكذا يجي معسل بالبصله والزبيب. ايوا صافي درت ليها خاطرها وطلباتها سهله. صافي بالنسبه للدجاج يعني شرملته بالليل بالحامض ديالو هذا عرفتي كتعطي فيه بحال ديك الريحه ديال العراسات. صافي بيتو هكذا مشرمل، درتو هكذا فوق ديك البصيله وحاولت انني نشحرو مزيان تدخلوا ديك الشرموله مزيان مزيان، وملي كنت كنشحرو ضفت عليه واحد العويد ديال القرفه وصافي. دابا غادي ندير البصله من الفوق. بالنسبه للبصله قطعتها شنايفه هكذا وكنحاول انني نضغط على يدي كما كتشوفوا معايا بهذه الطريقه هذه، كنضغط عليها مزيان باش كنحلها كتولي كلها خيوطه باش هكذا كتجينا طايبه وكتجي معسله ودغيا كطيب عرفتي كتجي زوينه ملي كطيب. المهم هذه الفكره هذه صراحه زوينه. صافي وفي نفس الوقت راني مرقده هكذا الزبيب، وبالنسبه للطويجين ما ضفتش عليه قطره ديال الماء خليته هكذا حتى تعسل بوحديتو. صافي دابا ان شاء الله غادي ندوز معكم الصلاد. هنا اول حاجه بعد ما طيبت الروز وبردته ضفت عليه هنا شويه ديال المليحه شويه ديال الابزار، وضفت هنا شويه ديال المايس والطون هنا كنت كنحاول انني نحلو، وغادي نضيف عليها شويه ديال المايونيز وغادي نحاول نخلط كلشي مزيان. المهم المايونيز غادي تبان لكم هاد القرعه كبيره شويه، صراحه وليت كناخذ هاد الكبار حيت كنستعملهم بزاف بالنسبه لينا حنا بالنسبه لي ساندويتش اللي كيديو الدراري المدرسه، فاضطرينا اننا ناخذ هاد القرعات هادو الكبار. صافي هنا درت الرز في هاد المول هذا باش ياخذ ليا الشكل ديالو، باش ان شاء الله غادي نقدم السلطه ديالي في هاد البلا هذا لي اوفر. المهم هاد البلا عندي صغير شويه اصلا كاينه غير انا وماما واختي. صافي حاولت انني نقلبو بهذا الشكل هذا، عاد بديت كنفرق هكذا الخص على الجنيبات. بالنسبه للخضيره كما كتشوفوا معايا الخضره كلها بخرتها، يعني درت الباربه من التحت، خيزو بطاطا والشوفله واللوبيا درتهم من الفوق طابوليا في مره، وصوبت هنا مطيشه مع الفلفله واللي هي كما كتشوفوا معايا دايره المكور قطعته هكذا رقيق. غادي نشارك معكم ان شاء الله شنو غادي نضيف عليه. صافي بالنسبه للخضيره ضفت عليها هنا صوص فينيغريت، انا كنبغي هكذا محمضه يعني بالخل ديالها بالمليحه بالزار. صافي والمعدنوس وكنحاول نستف الخضيره ديالي بهذا الشكل هذا، يعني اللي درتها انا كنديرها في الجهه الاخرى. بالنسبه للملفوف كنضيف عليه جوج ديال التفاحات المقطعين صغار، كنضيف واحد جوج معالق كبار ديال الزبيب. بالنسبه للزبيب يعني راه مرطب ضفتو حتى هو، كنضيف شويه ديال المليحه وشويه ديال البزار، جوج معالق كبار ما عامرينش ديال العسل، وكنضيف واحد العلبه ديال هذا ياغورت مسوس، وكنخلط كلشي مزيان. الا كان حتى الكركاع كنضيفوه كيجي بنين، انا ما كانش متوفر عندي. صافي خلطت كلشي مزيان وتا هي حطيتها هكذا مع الصالات كتجي زوينه، يعني كيجي كلشي مالح وهي كتجي هكذا حلوه كتجي زوينه بزاف. وهنا كانت بقات لي واحد البليصه ضفت عليها هنا مطيشه وفلفله حلوه. بالنسبه للشوفله ما لقيتش فين نديرها، صافي دورتها هكذا على الروز. وصافي هنا بديت كنضيف، درت هنا البيض ديال السمان مع داند فيمي درتهم في هاد العويدات ودرتهم بهذا الشكل هذا. صافي انا خديت لانشون كنتوفر عندي حكيته في الحكاكه وبديت كنفرقه هكذا على الصالاد، يعني باش نحاولوا هكذا نلعبوا على اللوينات. وصافي خديت البيض ديال السمان تاو بديت كنقطعو على النص وكنحطو في الجوانب بهذا الشكل هذا، وكتجي هذه هي الصالاد ديالي صراحه. وجدتها بالخضيره اللي كانت متوفره عندي وجات زوينه بزاف. وبالنسبه للطويجين يعني ما جيت فين مونطي الصالاد، كما كتشوفوا تبارك الله طاب وتعسل، كما كتشوفوا المريقه راه جات معسله كما تشهات ماما والحمد لله عجبها، يعني خليته ما ضفت عليه لا ما لا والو، نقصت عليه وخليته كيطيب مزيان مزيان حتى تعسل. وهنا كما كتشوفوا معايا في
في جنيبات دايره البيض كيتسلق وحاطه الفريت. ايوا ماما يلا وصلات. سلمي ماما. السلام عليكم، كي درتو بخير؟ لاباس عليكم؟ واش اخباركم؟ قال لك اختي بقي يضرب الشلحه داك النهار. قال لك كنقطعك كنقطعك. السلام عليكم، راكم تيصبح ربي بارك الله فيكم، كلشي بخير. ملي كانت قام هو اسكوس مباركي، ولكن الحمد لله نكوني ولا نحتفل ديال يومين نكوني نرى اسكوس هيك زود اسكوس زود زود واليد يش كان زود. المهم كله غلاء الفرح ان شاء الله. المهم نتمنى كله تكون بخير غادي كان مزيد باش نحتفل راس العام ولا نكونوا غير يومين. الحمد لله المسلمين كاع نكون هي من حنا راه كله غلاء الفرح صافي غير كذا. انا ايوا كي درتو بخير لاباس عليكم، نرجع ثاني للعربيات. اش اخباركم؟ كلشي بخير ونتمنى تكونوا كلكم بخير. اليوم عرضت لي وي ام قالت لي قلت ليها اجي عندي، قالت لي لا انت لا غادي تجي عندي. شحال هذه المسنتي؟ هي قالت لي لا، قالت لي ندير الدجاج نعمر راسو كذا، ما بغيتش باقي الدجاج واقف كامل ومكمول، بغيت الدجاج مقرض ومعسل صافي هادشي. داك الدجاج معمر طلع لي هذاك الدجاج محمر في العرس طلع ليها في الراس. ما بغيناش، بغينا شي حاجه ثاني معسله. كيجات بعد الريحه واعره مازال ما دقتو البنه باينه من الريحه والله. ودرت واحد ربعه د الحلاوي كبار واي زوينين واعرين واعرين باش تنوعي في المذاق. ولكن ملي كتشوفي فيهم كتشبع. المهم بعدا بالنسبه للناس اللي قالوا على الجوله في الصالون، الصالون باقي باغا نبدل البونج، باقي باغا نبدل السدادر، السدادر باغا. المهم خلي داكشي المهم كلشي غتشوفوه معايا ان شاء الله. قالت الزوار البخور يوغو سبقات طلمت عاد باقي العود باقي الزربيه مسكين ليا وجه عرفت دوك الطلمت كرهت نشوفهم صافي. باقي المهم السطور تا هو راه كومونديتو غير مازال ما جا. الله يهدى السطور تا هو راه كومونديتو وهاد العود تا هو غادي يتبدل. هاد العود غنخدم على نفس العود. المهم غادي نشارك معكم ان شاء الله كلشي واحد الفكره. فرماجه غدير فرماجه سكتي ما تفضحينا. فرماجه فرماجه غادي فرماجه غتقطع داكشي. المهم غادي تغير الصالون ان شاء الله داكشي علاش ما شحال حاجه باغا نزيدها عاد نبيع ان شاء الله ندير جوله ان شاء الله. وصافي هذا ما كان. مهم جدا وجودك في تفاصيلي، مهم جدا بغاني ومواويلي، وغيرك يا حبيبي مو مهم عادي، تفز الروح لك لما تناديلي. كل يوم ألقى روحي بتندهلي على عموم مش اخبي وداري علي، انه غيرني وسرقني وان انا اتعلقت بيه، اللي فات من حياتي ضاع لي، في حاجات حلوة حصلت لعلقتي، كل لحظة تزيد غلاوت ناوي اعمل تاني. وبعد ما تعشينا حطيت هكا عصير وحطيت حليوات، صراحة دوزنا واحد الوقيته اللي هي زوينة. وصافي هذا ما كان، كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى انه يعجبكم وان شاء الله الفيديو الجاي غادي نشارك معكم الطبيله اللي خديت فين خديتها وكلشي ان شاء الله غادي تشوفوا معايا. وما تنساونيش من لي لايك والتعليق الزوينه ديالكم، وهنا غنقول لكم بالسلامه عليكم الفيديو الجاي ان شاء الله.